أنغام حالة استمرارية وجهد ومكابدة لو صح التعبير دون توقف من وقت ما بدأت لحد هذه اللحظة. هي بتشتغل ومركزة جدا في شغلها ولا تتوقف ولا تختفي، وبتتطور كمان يعني مع التطور الموسيقي اللي بيجرى. أمال ما بين الظهور والاختفاء الدائم، يعني ظهور كثيف ثم اختفاء مخيف مريب طول الوقت. طيب شيرين بالنسبة لي أصبحت بطلة الحرب والسلام، حروب كثيرة وسلام من وقت إلى آخر، وبالتالي بيحصل حالة هدر للموهبة سواء إذا كان عند أمال أو عند شيرين. هل من الممكن أنه أمال وشيرين يقدروا يستعيدوا، هم أحجام ضخمة مفيش خلاف، لكن يقدروا يستعيدوا مكانتهم بتاعت أو جماهيريتهم الواسعة اللي كانوا عليها؟ يعني شيرين من 5 سنين جماهيرية تخض في المنطقة العربية بالكامل، بالتأكيد بسبب الحرب والسلام اللي هي بتمر بيه، الحروب الكثيرة ومعاهدات السلام الأقل بتفقد جزء من هذه الجماهيرية. أمال تظهر وتختفي وتختفي وتظهر، هل الاتنين هيقدروا يستعيدوا هذه الجماهيرية تاني فيقفوا جنبا إلى جنب مع أنغام فتبقى المنافسة يعني تكتمل لو صح التعبير؟ وسؤال مهم جدا ومفصلي. يعني هما يعني أمال وشيرين يعني دويتو حلو، اسم حلو، تركيبة غنائية جميلة. فهما الاثنين عندهم رصيد، عندهم رصيد من الموهبة، وعندهم احنا حاسين اللي هما عندهم ما هو أفضل دايما. يعني أنا مثلا شيرين من ايام عبد الحليم حافظ ومن ايام ام كلثوم ما سمعتش اغنيه وطنيه سلطنتني وحسستني واشعرتني، ما شربتش من نيلها وبلادي بلادي اللي هي غنتها، وكان ما تقدرش اللي انت ما تضمش الاغنيتين دولت للكتالوج العظيم للعظام الكبار. هي عندها احساس رهيب بالكلام جدا، رهيب جداً. يعني البومها الاخير ده بتأدي فيه اداء مخيف. هي احسن حاجه فيها نصيحه يمكن من هنا بالبرنامج اللي هي تغني وما تتكلمش. هي دي مشكله، تكتفي بالغناء، تكتفي بالغناء بس، احنا عاوزين نسمع دون اي تصريحات. هي بتهدر زي ما وصفتها حضرتك، بتهدر جهد وطاقه كبيره جدا، والوقت ده كان ممكن تعمل اغاني عظيمه يعني. لانها مطربه تقيله بالفعل شيرين. امال ماهر طاقة عبقرية طبعًا، وصوت عبقري وقدرات صوتية مذهلة. أنا أمال ماهر أنا حاسس إن أمال ماهر عندها أكتر من اللي قدمته كمان. يعني إذا كانت شيرين بطلة الحرب والسلام، هذا اللفظ الجميل اللي حضرتك قلته اللي هي حرب وسلام تولستوي تولستوي عاملة دراما كده، لكن أمال ماهر صوتها ما حدش يختلف عليه، بس الأغاني قليلة اللي عملتها أمال ماهر لا تليق بموهبتها دي. موهبة جبارة. والثلاثة زي اللفظ اللي حضرتك قلته في البداية، قلت اللي هم يعني مواهب مهولة، يعني عندهم تراكم موهبة. غنوا هم المفروض مطلوب بيغنوا يصححوا الخطأ اللي عملوا مثلا علي الحجار ومدحت صالح ومحمد الحلو، اللي هم يغنوا يعني الثلاثي علي ومدحت ومحمد، هم كسروا شوية، حسوا اللي هم وصلوا للمجد يعني. طبعا كان علي الحجار من اللي اكتشف بليغ حمدي، والشعراء اللي تعاملوا معاه فعظماء. فاذا هنا العملية كانت كبيرة جدا، وكان من المفروض اللي هم عندهم رصيد، يعني عندهم رصيد، وممكن احنا نتسامح في الاخطاء اللي هم ارتكبوها، لان تقريبا الثلاثي وقعوا في مصيادة الازمات الاسرية. يعني هذه الازمات من الممكن تصنع، على فكره تصنع موهبه وتصنع عمل عظيم زي ما حصل مع عبد الحليم مثلا او فريد نفسه. الالام حولها طبعا انغام،